حطيت لي اربع رجال على الباب اللي وراني. حصل يا كبير، واربع على القداماني كمان. عفارم، طلع لي اثنين فوق السطوح، واحد الناحيه الشرقيه وواحد الناحيه الغربيه. غير العشره اللي فوق. ايوه، امر جنابك. امنت كل مداخل ومخارج البلد. حصل يا كبير. اديت لكل راجل فيهم سلاح. حصل يا كبير. جبت لي اسطوانه فيفا 2010. ما لقيتش يا كبير. بوه، وانا ما عرفش اتكل عليك واصل. ماني لو بعت راجل كان زمان وجابها. يمين بالله يا كبير، لفيت عليها بكل مطرح ما لقيتش. لقيت نسخه مضروبه. والله ما يرضنيش جنابك تلعب بالبرشلونه من غير ديفيد فيا وسافي الونسو. عامل لي فيها فابيو كابيلو، وانت اللي حتحط التشكيل ولا ايه؟ العفو جنابك. ورايا كبير، اديه نص جوني بيه. ورايا امر جنابك. بو قلبيه قال يا رجاله، اسمعوني زين يا رجاله، عاوزكم تلفوا المزاريطه حته حته. لو حد فيكم لمح القط يطخوا طوالي، ومسكوا العيال تحت 18 سنه سنج، وتحت 10 سنين مطاوي. بو القط فزاع ازرق. ابوك يا كبير. ايه يا كبير؟ ينفع ادخل عليك نصك من غير ما اقول لك دستور او واتساب؟ بلا نصك بلا نصي، انسى الابديه لحد ما نقبض على القط. القط؟ بوسي كات؟ الكبير بيخاف من القط؟ وفلح بس طول اليوم تقول لي يا بسكويتي؟ بس يا دي فرفور انت، بس! يا رجاله! امرك يا كبير! روحوا نفذوا اللي اتفقنا عليه، مش عايز خرم ابره يعدي مني حاجه، يلا! وانا يا كبير هعمل ايه عاد؟ عملك اسود ومهبب، بتطلع منين دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عمو واتس جوين اون؟ ها؟ ايه الحوار؟ حمار مين؟ حمار ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ انا خابر هو بيعمل كده ليه؟ هو كده كل ما يشوف خلقتي يركبه متعفريت. مش قصدي عليك، انت مش مهم دلوقتي، انا بقول لك ايه اللي بيحصل؟ ايه سامع بيقول قط ونط وفط؟ اصل القط طلع من لومان النهارده. لومان؟ لو واطي؟ راجل واطي يعني؟ اللومان يا بيه السجن. سجن؟ هو انتوا بتدخلوا القطط السجن؟ لا، القط ده مش حيوان، ده بني ادم كان بطل وجه جبلي في الملاكمه ومدخل السجن. طب وده ماله مال الكبير؟ لا، دي حكايه قديمه قوي. اصل كان له تار بايت عند الكبير قوي. طار؟ يعني ايه طار؟ طار يعني ريفنج. اوبس. طب مش مفروض الطار ده ينتهي بموت الكبير قوي؟ لا، ده ما بيخلص. بعد الكبير قوى ما مات، بيجي لازما على عزام القط ياخد بطاره من ولده، يعني اخوك الكبير. طب افرض مات موتة ربنا، يعني اتقلب بيه ميكروباص وراح يصيف مثلا. تفضل العجلة دايرة كده لحد ما يموت حد من عيلتكم على يد حد من عيلتهم. لا دي سبهللة، لا ريلي سبهللة، يعني لازم يضحي الكبير ده بقى ونخلص من الموضوع ده. طب هو معلش، هو أنكل الكبير قوي كان عليه الطار ده ليه؟ دي حكاية طويلة قوي أحكيها لكم، صلوا بينا على النبي. من زمان زمان قوي قوي، يوم اغبر نطلع ندوش سمس. يا عم جابر، وانت الحكايه اللي بتحكي دي فيها ناس بتموت وجن وعفاريت؟ لا يا ابني ما تخافش عادي. امال حضرتك بتقفر ليه؟ ما تحكي عادي. حاضر ماشي. زمان في يوم حلو والسمس كانت طالعه دوش. بوه دي هتعمل دوش يديلك في خمس دقائق يا قط. لو قرصت الزهر تاني ليلتك حتبقى مطينة بطين. أنا ما بقرص يا كبير. دوش كمان. براحتك. شوف الزرافة اللي هناك دي؟ فين؟ ومن ساعتها بيجي بناتهم طار، ولازماً ياخدوا حد من عنديهم، وحلف عزام ولده انه ما حد ياخد طربوه غيره وبيده، والمصيبه
انه طلع النهارده من السجن وجه على البلد، ودوته دوته فرغه الحدوته حلوه ولا ملطوطه؟ هي من ناحيه ملطوطه فهي ملطوطه على الاخر. مين الجزمه وانت مركوب اللي نايم في الورديه بتاعته دي؟ قوم في الزياد. اشرف ليه كده يا اشرف؟ دري بقول عليك الراجل الوحيد اللي فيهم، ما تعملش كده تاني، دري براهن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، خلعتيني يا ولية. ايه يا كبير مالك؟ مش على بعضك ليه؟ مستني نتيجة الثانوية العامة. اها. اوه يعني ما خبراشي؟ لا ما خبراشي. همام ود القط طالع من السجن وجاي ياخد بتاره. طب وانت مالك؟ ملكير، هو الراجل ده طالع يقتل مين؟ مش الكبير قوي؟ اه. والكبير قوي مات يبقى يقتل مين؟ ولده الكبير. لا ده انت بهيمه بهيمه. ليه؟ هو مش اخوك جوني اكبر منك باربع دقايق؟ صح. طب هنعرفه كيف ان هو الكبير؟ انا اقول لك. الكبير بيهني اخوه العمده جوني الكبير خالص اكبر منه باربع دقايق بمناسبه اعياد اكتوبر. Where is it؟ راحت فين؟ Thank you Tommy. جوني ممكن تهدى شوية؟ أنا لقيت لك حتة دين فكرة. Spirit. آه أوكي. إحنا هنسدله كل المداخل عشان ما يعرفش يخش غير من الباك دور. كلام ده كويتش. ده بيقول لك ضخم جدا وأضخم من كينج كونج ويعدي في أي حتة. لا مش هيقدر علشان حوالين الدوار هيكون في رجالة كبير ما عدا الباك دور اللي هتطل عليه أوضة أشلي اللي أنا هكون موجود فيها وموصي هادرس أول ما يلمحه من بعيد يرمي أي حاجة صغيرة على شباك الأوضة. صح يا هادرس؟ صح. ناخد لو انت مضربنا بتاعت البيسبول نقف ورا الباب ونطفي النور and اول ما يخش نديله بقى فوق وتحت وشمال ويمين وفين يوجعك نربطه وبكده يبقى بتاعنا. ايه رايك؟ بص هي ليريكلي تمشي بس عمليا I don't think so. جوني ما تقلقش. نضربه يمين بشمال في تحت الحزام في فين يوقعك ونكتف ونكلم 911. اوه ماي جاد. عشان تكمل الكولكشن انت الكبير ولد الكبير قوي. It depends. تشاهد على روحك. ايه كام داون. تحب تموت كيف؟ بص هي اروش موتة موتة ربنا ونعم بالله بس هنعمله ايه؟ قدر ومكتوب. طب ما ينفعش تنقلي موتها ما تكون ما بتوجعش. ما بتوجعش ده انا جاي عشان اسمعك وانت بتكاكي من الوجع. اختار شنج ضرب النار الجلد. لا لا يبقى الجلد وحدوجهم لك واحده واحده بعد كده. طب ما ينفعش تحذفني من الشباك وتخلص. اتشاهد على روحك. ثانيه واحده دي مش رجوله. ما ينفعش تقتل راجل اعزل. اعزل ايه وبتاع ايه؟ انا ما فاهمش في الكلام ده. انا جاي اخد بالطار وماشي. اه لو في تكافؤ فرص كان زماني مسحت بيك الارض. بتقول ايه؟ يعني كان ممكن اكسبك. تكسبني؟ تكسبني في ايه يا سوس؟ انت اتجنيت؟ في اي حاجه
مورتال كومبات، ستريت فايتر، باليه مائي، بوكس. بوكس؟ انت تكسب مني في البوكس؟ ها انا بصراحه واقعد في البيت، انا اكسبك وانا مغمض كمان. مغمض؟ اوفر شويه الحته دي. انا ممكن اكسبك بايدي اليمين بس، لان الشمال دي انت مش هتستحملها. وريني وريني وريني. ايه الاجواء الرخيصه دي؟ انت فاكرها سهله ولا ايه؟ مش لازم يكون في حكم وحلبه وجمهور. طب والحاجات دي هنجيبوها منين دلوق؟ وليه دلوق؟ ما نستنى اربع شهور نعمل فورم. اربع شهور؟ اتشاهد على روحك. تو دايز، يومين بس. طب ما انت ممكن تهرب. طب بالعقل كده، في عمده ممكن يسيب الكانتري بتاعته ويهرب؟ بتفكر؟ لا، تلاقيك قلقان من حكايه الشمال بتاعتي دي. قلقان؟ ماشي، هم يمين والجهاد كفنك معاك.